حلوياتنا النهارده اللي هي من الصمدي هنعملها لكم ونوريكم انتوا تعملوها في البيت ازاي. الفكره فيها انها ممكن تتعمل بنوع الكنافه في العش اللي هو بيسموه عش البلبل، ممكن يتحشي حاجات مختلفه، المكسرات اللي فيه ممكن تكون فستق، ممكن يكون قشطه، ممكن يكون اي نوع من انواع المكسرات المفضله عندكم. كل يوم بنختار لكم نوع من الانواع اللي موجوده عندنا هنا في المعرض او في المطبخ اللي احنا عملناه معرض، وبنحاول ان احنا نشوف ايه الحاجات الصغيره اللي ممكن نساعدكم بيها بحيث ان انتوا لو حابين تعملوها في البيت ممكن تتعمل. اما بالنسبه لعش البلبل، بنجيب الكنافه اللي هي بتبقى برضو خصله بالطريقه ديت، وهي نفسها يعني نشوف الطول بتاعها او حجمها بيبقى قد ايه، على اساس هي نفسها بناخدها ونلفها. بس اتاكد ان انا عندي خيط متواصل او كنافه متواصله عشان اما اخدها والفها، حطها بالطريقه دي، اما اخدها والفها تعمل عندي الشكل اللي هو بيبقى زي فكره العش نفسه. بجيب علبه رفيعه هنا، علبه اللي هي بلاستيك، وبحطها بالطريقه ديت، وبضغط هنا، بضغط وبلف لغايه لما توصل للحجم اللي انا عايزه، وبعدين بسحبها وبقطعها عشان تفضل ماسكه في بعضها. نعمل واحده كمان ديت مفروله شويه، ولو الكنافه بتكون ناشفه ممكن ديت تكون صعبه شويه ان انا اعملها، لكن ممكن ناخد شويه هنا صغيرين من الكنافه، وباخدها وبلفها بالطريقه ديت، وبمجرد ما بوصل للحجم اللي انا عايزه باخدها وبقطعها وبحطها هنا عندي القالب اللي انا بحطها فيه، بحيث انها كلهم يبقوا جنب بعض. باخدهم واحطهم وادهنهم شويه بالزبده، يعني بدهنها شويه زبده واسيبها لغايه لما تمسك، يعني بتبقى ملفوفه حوالين البلاستيك دوت، وبحطها قبلها بيوم يبقى سهل ان انا اشيل البلاستيك. في اختيارين، يا اما اخدها زي ما هي كده واحط عليها شويه سمنه واعملها زي ما عملنا الكنافه المبرومه، او باخد ديت واقليها واحمرها في الزيت، وديت يبقى برضو ليها حشوه ممكن استعمل فيها قشطه او ممكن احشي نوع تاني. ناخد الكنافه ديت اللي هي بتبقى خارجه من البراد، نحطها هنا في القلايه وبحمرها برضو، تأكد انها ما بغطسهاش قوي عشان ما تتفتحش كلها، ويدوبك بمجرد ما بحطها وبيكون الزيت ابتدى يسيح السمنة اللي موجودة، الكنافة نفسها بتكون استوت عشان ما تفتحش مني. ده مهم جدا ان انا اعملها قبلها، وإلا لو خدت واحدة طازة من اللي انا اعملها هتتفتح كلها وهتبقى سايبة في كل حتة. يبقى بعملها ده كده اتحمرت تحمير كافي، نطلعها نخلص من اي زيت زيادة فيها، نحطها هنا اهو، طلعها كده، وتبقى القاعدة الصغيرة اللي موجودة فيها دي بتكون كافية ان انا استعملها واعملها حشوات مختلفة. الحشوات نفس الحشو اللي احنا استعملناه اللي هو من القشطة، نجيب ده كده اهو، تخلص من كل الكنافة ديت، نحطها هنا هوت في الجنب، ممكن نبقى نستعملها بعدين، ونحشيها. ممكن اجيب الحشو اللي هو القشطه ديت، احشي كام واحده بالقشطه، بحطها على ورقه عشان لو فيها اي زيت زياده بنتخلص منه، او لو حابب نحط فيها مكسرات، شويه فستق صغيرين هنا عليهم القطر نفسه، يعني ممكن فستق وعليه القطر دوا ما بيستويش بيها، يعني بعد ما بتستوي باخدها واحشيها بيها، نحط شويه من الفستق بيكون مجروش او صحيح او شبه مجروش شويه كده اهو. وممكن استعمل كاشوز، ممكن شويه كاشو بنفس الفكره بنفس الطريقه، ناخدها ونحطها وتبقى ديت حشوه. واللي انا حطيت فيها القشطه ممكن ازينها، نحط شويه هنا من المربى، حبه بسيطه هنا من مربى الورد، ناخد يا دوبك بس واحده على كل واحده هنا للتزيين كسر اللون، وبرده بتدي طعم يكون مختلف شويه وظريف، ناخد شويه هنا، او لو عايز نحط شويه من القشطه وفيهم فستق لو حابين، يعني ممكن نحط فستق بعد ما نخلص، نحط ديت بالطريقه دي بس نعرف نمسكها هنا، نحطها بالطريقه ديت، فيبقى عندي اكتر من لون واكتر من نوع. اللي هي بالقشطه محشيه قشطه وفيها زهره الورد او مربى الورد او الليمون، وممكن الكاشوز، والكاشو عليه شويه صغيره من القطر، قطر بيكون سميك شويه، او بالفستق اللي هو عاده
بتبقى ممكن حاجه من الحاجات. وكمان لو مش لازم بالمناسبه مش لازم تاخدوا ديت وتقلوها، يعني ممكن تحطوها في الفرن زي ما هي هتطلع بنفس النتيجه، بس ده هيكون سهل نوعين سهلين جدا من الحلو اللي هي الحلويات الرمضانيه اللي احنا بنروح معاكم فيها للصمدي او بنجيب الصمدي هنا عشان يعملها لكم وان شاء الله تعجبكم.